قناة إسطنبول المائية. في سنة 2011 أعلن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي عن مجموعة من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد ليصل إلى تريليوني دولار بحلول الذكرى المئة لإعلان الجمهورية في سنة 2023. وتتضمن المشروعات مطار إسطنبول الجديد الذي افتتحت المرحلة الأولى منه في أبريل 2019 بعد نقل رحلات مطار أتاتورك إليه، وتبلغ تكلفته 12 مليار دولار، ويتوقع أن يخدم 200 مليون مسافر في العام، والمقرر افتتاحه بشكل كامل سنة 2025. والمشروع الثاني هو مد طريق بري بطول الغابات الواقع على ساحل البحر الأسود وصولا إلى المطار الجديد بهدف جلب البضائع من أوروبا وآسيا. لكن المشروع الأكبر والأكثر إثارة للجدل هو قناة إسطنبول التي قال الرئيس التركي أردوغان في 12 من ديسمبر الماضي أن الحكومة ستبدأ تنفيذها قريبا. قناة إسطنبول المائية نقلة نوعية في تاريخ إسطنبول وتركيا. قناة إسطنبول هي مجرى مائي موازي لمضيق البوسفور على بعد 30 كيلومتر منه في اتجاه الغرب، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي 15 مليار دولار. وتمتد القناة في غرب البلاد لتربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب بطول 45 كيلومتر وعمق 25 متر. يبلغ عرضها حوالي 400 متر ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومتر واحد. وتبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجة، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة إلى الغرب من إسطنبول، وتمتد شمالا إلى سد سازليديري ثم قرية شاملار وصولا إلى البحر الأسود. كما أعلن وزير النقل التركي عن عزم بلاده بناء 10 جسور ضمن مشروع القناة. وأثرت خطط المشروع على أسعار الأراضي المحيطة بالقناة، خاصة أن 30% منها مملوكة لأفراد، وارتفع سعر المتر المربع من الأرض في قرية شاملار من 6.5 دولار إلى حوالي 184، وفي مناطق أخرى وصل سعر المتر المربع إلى 800 دولار من أصل 25 دولار. نقلة بحرية. فقد يبدو أن هذا المشروع سيغير من وجه النقل البري والبحري في تركيا، ويخفف من الضغط على قناة البوسفور في الشرق التي تعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحاما وتشهد كثافة ملاحية هي الأعلى على الصعيد العالمي. وفي سنة 2017 وحده مرت من خلال مضيق البوسفور 53,000 سفينة مدنية وعسكرية، مقارنة ب17,000 سفينة مرت عبر قناة السويس و12,000 سفينة مرت في قناة بنما. وتقول الحكومة التركية أن مشروع القناة سيدر عليها 8 مليارات دولار سنويا مقابل التعريفات التي تدفعها السفن مقابل المرور عبرها، كون القناة لن تخضع لاتفاقية مونترو التي تنص على حرية الملاحة في مضايق البحر الأسود ومن بينها البوسفور. وترجع الاتفاقية لسنة 1936، وقعت عليها تركيا والاتحاد السوفيتي، سابقا بريطانيا، فرنسا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، ويوغوسلافيا، واليابان، واستراليا. تسمح الاتفاقية للسفن التابعة للدول المطلة على البحر الأسود بحرية المرور والوجود في حوض البحر الأسود. أما السفن التابعة لدول خارج حوض البحر الأسود فيسمح لها بالتواجد هناك فقط لمدة 3 أسابيع. وتتحمل تركيا المسؤولية المباشرة عن مرور السفن الأجنبية لحوض البحر الأسود، وعبرت مرارا عن رغبتها في فرض إجراءات أكثر صرامة تمكنها من التحكم في حركة سفن نقل البترول وغيرها لكونها تشكل خطرا على البيئة. وطالما كان مرور السفن الحربية سببا في مشادات بين تركيا والدول الموقعة على الاتفاقية وخاصة روسيا، وتسمح للاتفاقية بعبور السفن الحربية الصغيرة فقط خشية تحول حوض البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة عسكرية. ويقول خبراء إن قناة إسطنبول تثير مخاوف موسكو بشأن استخدامها لأغراض عسكرية، وقد تفتح الباب لوجود السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود،
حسب ما نقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي التركي السابق سينان أولجين. لكن المعارضة التركية ترفض المشروع وتشير إلى عدد من التغييرات التي تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة. ورغم أن الحكومة التركية تقول إن القناة الجديدة ستخفف من العبء الملاحي عن مضيق البوسفور وتقلل من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر بالمناطق الأثرية والتراثية المحيطة، إلا أن المعارضة ترى أن القناة ستعزل المنطقة الأثرية في إسطنبول وتحولها إلى جزيرة. ويعارض عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو خطط حفر القناة ووصفها بأنها مشروع كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية. ويخشى المعارضون من أن عمليات الحفر ستخل بتماسك التربة على جانب القناة وتلحق ضررا بمخزون المياه الجوفية، ما قد يتسبب في انهيارات أرضية واحتمال حدوث زلازل. وتشير الخطط إلى أن عملية الحفر ستزيل 2.5 مليار متر مكعب من التربة. تنوي الحكومة استخدامها لبناء 3 جزر صناعية في بحر مرمرة. كما ذكرت دراسة أجريت في جامعة حوجيتبا التركية أن قطع أشجار الغابات في الشمال عند ساحل البحر الأسود لحفر القناة سيحد من مستويات الأكسجين في المياه ويزيد الملوحة التي ستصب في النهاية في بحر مرمرة، فتؤثر على توازن الحياة البحرية وتملأ هواء إسطنبول برائحة الماء العفن. ومن المتوقع أن تتسبب الاستثمارات حول القناة في زيادة تعداد إسطنبول بحوالي 1.2 مليون نسمة، وهو ما يتعارض مع الخطط الحكومية بإبقاء تعداد المدينة المكتظة عند 16 مليون نسمة. وتشير التقديرات أن تحقيق أهداف 2023 الاقتصادية التي وضعتها الحكومة بما في ذلك قناة إسطنبول والاستثمارات المرتبطة بها تحتاج إلى استثمار 70 مليار دولار في إنشاء البنى التحتية و400 مليار دولار في المشروعات الحضرية. وتخشى المعارضة من أن التكلفة الضخمة للمشروع ستشكل عبئا على اقتصاد البلاد ويتحملها المواطنون الأتراك، خاصة في ظل غياب خطط واضحة لكيفية تمويل المشروع. لكن الحكومة تقول إن هذه المشروعات ستخلق عشرات آلاف فرص العمل في سوق التوظيف في البلاد.